مرحبا بكم مجددا، وبنبدأ معاكم أولى فقراتنا الحوارية في برنامجنا هذا الصباح اليوم، وهي عن وصول حجم الصادرات المصرية في عام 2016 إلى 20 مليار دولار، أي بزيادة نسبة 9% عن عام 2015 واللي كان فيه حجم الصادرات 18 مليار و600 مليون دولار. لكن هذا الرقم هل هو بالفعل رقم كبير مقارنة بحجم الواردات؟ للأسف الشديد ما زالت الفجوة واسعة بين حجم الصادرات المصرية وحجم ما نستورده من الخارج. لو تحدثنا بلغة الأرقام، فحجم الواردات تقريبا بيصل إلى 80 أو الاستيراد عموما من الخارج 80 مليار دولار. الفجوة كبيرة جدا، وممكن هناك 4 أضعاف ما نصدره للخارج. طب الحل إيه؟ أو إزاي إحنا نتغلب على هذه الفجوة؟ بالطبع يعني الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. لو اهتمينا بفكرة المصانع وأنتجنا واعتمدنا على الإنتاج المحلي في الكثير من الأمور، ورشدنا للاستيراد خاصة السلع غير المفيدة وغير السلع يعني غير المستهلكة كثيرا من جانب يعني الشعب المصري، هنستطيع بالفعل ان احنا نتغلب على هذه الفجوة وهنحل عندنا مشاكل كتير، سواء فيما يتعلق بالعملة سواء فيما يتعلق بالأسعار. إذن كيف سيكون شكل الإنتاج في 2017؟ هل هنستطيع في هذه الأعوام المقبلة أن نتغلب على هذه الفجوة بالفعل يعني نتلافى ما نشهده من سلبيات في قصة الصناعة بشكل عام، ونستطيع أن نزيد من إنتاجنا، ولا ما زلنا أيضا هناك بعض العقبات التي تعترض عملية الاستثمار في مصر؟ كل هذه النقاط وغيرها بالطبع سنناقشها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الدكتور فتحي همام، وكيل أول وزارة المالية سابقا. برحب بحضرتك. أنا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. حياك بخير. يعني اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. بهدف ضبط عمليات توزيع الوقود، بدأت وزارة البترول التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للكروت الذكية للتزود بالوقود، وتستهدف المنظومة الجديدة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعالة. في مؤشر إيجابي على نمو الصادرات المصرية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة الصادرات بلغت نحو 20 مليار دولار خلال 2016 مقابل 18 مليار و600 مليون دولار في عام 2015، بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 9%. وفي نفس السياق قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن معدلات الاستيراد شهدت تراجعا بنسبة 9%، حيث بلغت 70 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 77 مليار دولار في عام 2015. وساهم انخفاض معدلات الاستيراد في تراجع الخلل في الميزان التجاري بنسبة تصل إلى نحو 9.5% مع نهاية عام 2016 مقارنة ب2015. ولأهمية قطاع التصدير، أكد وزير الصناعة أن عام 2017 سيشهد تفعيل استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 التي وضعتها الوزارة وأطلقتها خلال شهر نوفمبر الماضي، باعتبار قطاع التصدير يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد القومي. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار جهود الوزارة لترشيد الواردات إلى جانب قفزات في الصادرات بعد موافقة قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على بدء مفاوضات التجارة الحرة مع مصر، وهو القرار الذي يعد أحد أهم نتائج جهود الوزارة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية. وتستهدف وزارة الصناعة زيادة معدلات التصدير بنسبة 10% لمختلف القطاعات التصديرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الإفريقية التي تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية. يعني على أي حال يعني بالفعل زيادة الصادرات بنسبة 9% هي خطوة مبشرة بالفعل، وتعطينا الأمل في أن القادم ربما يكون أفضل، وقد يعني ببعض التنظيم برؤية استراتيجية واضحة خلال عام 2017 بالفعل ممكن نزيد هذه النسبة إلى أكثر من ذلك بكثير. على حال يعني دكتور فتحي، يعني أنت شايف الارتفاع نسبة الصادرات في خلال 2016 بنسبة 9%، يعني معدل يعني 18 يعني كان 18.6 مليار، أصبح دلوقتي عندنا 20 مليار، يعني دلالة هذا الأمر هل هذا يعني أننا نسير على خطوات ثابتة بالفعل نحو رفع من قيمة واردتنا، ولا أنت شايف الوضع الاقتصادي بشكل عام عامل إزاي؟ هو حضرتك الدولة فعلا من سنة 2016 اهتمت فعلا بموضوع ترشيد الاستيراد ومحاولة زيادة التصدير على قدر المستطاع. ففي قرارات طلعت من وزير الصناعة
قرارين كانوا مهمين جدا. اول قرار ان احنا مفيش سلعه هتخش البلد الا لو كانت معاها شهاده جوده. شهاده جوده سواء من البلد اللي هي بتنتجها وتكون معتمده، او اذا ما كانش يبقى هتيجي من هنا وتاخد شهاده جوده. ودي طبعا تبقى نقطه مهمه جدا علشان ان انا امنع استيراد اي سلعه مجهوله المصدر، ان كانت تبقى مشاكل كتيره وبالتالي بيحصل تهريبها وحاجات زي كده. فده قرار كان كويس جدا يعني، اولا في حمايه كمان للمستهلك ان انا بجيب له سلعه ليها شهاده جوده، مش بجيب له اي سلعه ممكن تكون مواد غذائيه مش مظبوطه، مثلا ملابس معموله من مواد مش مظبوط يعني. في دي كلها كان ده قرار كان كويس جدا. الحاجه الثانيه ان لابد ان يكون الشركات اللي هي بنستورد منها تكون هذه الشركات معتمده هنا في وزاره الصناعه ومعروف مين الشركات دي، عشان دي برضو تدي انطباع لان الشركه دي معروفه وليها سجل تجاري وليها وضع، وفي السفاره بتاعتنا هناك بتقول ايوه دي شركات موجوده ومعروفه وكويسه، مش برضو بنجيب من ايه من تحت بير السلم اللي هو موجود في دول تانية. فالقرارين دول كان فعلا ليهم تاثير كويس قوي فان احنا نرشد الاستيراد بعض الشيء. طبعا الاجراءات الجمركيه اللي هي بتعملها مصر برضو والاهتمام بالجمارك وتطوير النظام الجمركي بيساعد كتير جدا في الحد برضو من عمليات الاستيراد العشوائي اللي كانت بتتم. دي النقطة بالنسبة للاستيراد. بالنسبة للتصدير الدولة ابتدت فعلا يعني تتحرك بقى عملية الانتاج شوية، وبعدين طبعا بعد تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته بعض الشيء يعني قبل كده يعني مش هنقول المبالغ اللي هو انما في تخفيض، فطبعا ده بيشجع الصادرات لان النهارده انت النهارده الحاجة اللي كنت بتبيعها بجنيه بتبيعها ب 50 او ب 60، فده طبعا نوع برضه من انواع التشجيع على الصادرات. انما برضه هذه جهود ما زالت مش هي اللي تقدر تظبط تعمل التوازن بين حجم الاستيراد والتصدير وتقدر تعدل الميزان التجاري تماما يعني. هي الفكره يعني في قصه الفجوه الكبيره بين ما نستورده وبين ما نصدره. طب ايه الحل يا دكتور اللي احنا ناخد خطوات ملموسه بالفعل اللي احنا نقلل هذه الفجوه؟ يمكن الوضع يستمر لفتره يعني ليس بين عشيه وضحاها، لكن لابد من وجود رؤيه خطه استراتيجيه لدى الحكومه ازاي احنا هدفنا مثلا في عام 2020 اللي احنا نوصل مثلا ان حجم وارداتنا يكون كذا وحجم صادراتنا يكون كذا. هل عندنا بالفعل رؤيه للكلام ده ولا يعني في عقبات؟ هو المفروض طبعا في رؤيه والدوله تمشي المفروض على خطه وبرامج يعني مش العمليه زي ما بنشوف كده ان الناس بتقول اي كلام. لا ولا بد في خطط وزاره الصناعه عاملاها، بس احنا بنقول ايه؟ كله بنركز على الصناعه والمصانع. انا عندي عشان ازود الصادرات وازود الانتاج اللي هو المحور الاساسي ان انا اقدر اعمل بيه الطفره دي الزراعه. يعني احنا الزراعه عندنا فيها مشاكل كتير جدا، وبعدين مصر طول عمرها ليها انتاج زراعي يعني عالمي معروف على مستوى العالم. احنا عارفين القطن المصري واهميته في العالم كله، كان كله بيفتخر ان المصنوعات دي معموله من قطن مصري. فدي لابد ان احنا نعمل خطه في الزراعه، وخاصه بالنسبة للسلع اللي هي مطلوبة للتصدير في مصر وليها يعني سمعة كويسة جدا على مستوى العالم. عندنا البطاطس، عندنا القطن، عندنا مثلا النباتات العطرية، النباتات الطبية، دي كلها بتبقى مطلوبة جدا ومعروف ان مصر ليها يعني تخصص في هذا وليها تفوق في هذا. طب بس هي برضو كمان يا دكتور عشان النقطة دي برضو مهمة، يمكن احنا شفنا برضو بعض الأزمات الأخيرة فيما يتعلق بعمليات التصدير سواء لبعض الخضروات مع روسيا السعودية، يعني بعض المشاكل اللي احنا شاهدناها فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. القطن المصري ايضا كمان في تراجع في عما نشهده من اعوام سابقة في عملية القطن، ازاي احنا ايضا نتغلب على هذه المشاكل؟ يعني احنا عندنا اهتمام من جانب الدولة بقصة الزراعة، عندنا مشاريع في هذا الامر، عندنا مشروع قومي للغذاء، عندنا مشروعات اللي هي القومية والفرافرة، وعندنا مشروع مليون ونصف المليون فدان. ازاي بالفعل احنا نتغلب على هذه المشكله ونحل هذه المشاكل؟ هل هي مشاكل مقصوده مثلا من الناحيه السياسيه ولا هي مشاكل بالفعل عندنا في الاخر؟ لا هي مشاكل نتيجه ان احنا ما اديناش الزراعه الاهتمام الكافي. وسيبنا الفلاح هو اللي بيحدد بقى هنتج ايه حسب السوق وحسب الاسعار وحسب الحاجات دي. لا هو لابد يكون في خطه. لان لابد يكون في خطط للانتاج الزراعي. وانا ايه اللي بستهدفه؟ وايه الحاجات اللي انا عاوزها للتصدير؟ وازاي ان انا برضو بقى في النظام الدورات الزراعيه. طبعا انا مش متخصصين في الزراعه انما هم بيبقى لهم نظام عشان يقدر ينتج منتج كويس في وقت كويس مناسب وهكذا. زي مثلا زراعه المليون ونص فدان ده هيعمل طفره كويس، وبعدين دي مناطق خصبه وجميله ما نستعملش فيها بقى كيماويات ولا سماد ولا حاجه عشان يبقى الزراعه بتاعتك طبعاً مقبوله في التصدير بره. فدي كلها خطط الدوله ماشيه فيها، بس المهم الاسراع بقى. الاسراع والمتابعه السليمه وان احنا ما نسيبش الفلاح فريسه
للسماسرة اللي هم بيجوا يتحكموا، هم اللي بيدوا له عشان يشتغل، اللي هو ما معهوش فلوس، فبيجي يقول له هجيب لك ده وهجيب لك ده وهاخد المنتج وبتاع. فتبقى العملية التجارية اكتر منها عملية لانتاج منتج زراعي متميز اقدر ان انا اصدره واقدر ان اعمل له اسواق وهكذا. ده بالنسبة للانتاج. وبعد كده التسويق لازم برضو يبقى ليا باع كبير في عمليات التسويق للمنتجات المصرية سواء كانت زراعية او صناعية. مصر برضو كان ليها تفوق كبير جدا في المنتجات الجلدية، كان معروف كل دول اوروبا الشرقيه كل المنتجات الجلديه بتاعتنا كانت هناك بالطلب. يعني الاحذيه والملابس وجاكيتات الجلد والحاجات دي، وكان عندنا جوبيكي، وعملنا دلوقتي مشروع جديد نقلنا الصناعات الجلديه دي في جوبيكي عشان تقدر تتطور وتقدر تعمل وفقا لاحدث النظم الانتاجيه وحاجات زي دي. فالدوله ماشيه، بس عاوزين بقى نتابع الخطط ونساعد المنتجين ونشوف ايه الوضع بتاعهم. احنا عندنا امل كبير في قانون الاستثمار الجديد ان شاء الله انه يحل جزء كبير جدا من مشاكل المنتج المصري. المنتج المصري عنده مشاكل كتير جدا، سواء كان في توفير الخامات، في توفير التكنولوجيا اللي هو بيشتغل بيها. ما اقدرش اشتغل النهارده بنفس التكنولوجيا كانت من 50 سنه، فلا بد ان انا يعني اساعده في ان انا اوجد له التكنولوجيا الحديثه اللي ممكن يشتغل بيها عشان يطور الانتاج بتاعه ويبقى مقبول عالميا، واقدر برضو اعمل له معارض واعمل له تسويق. مش هخلي كل منتج لوحده هو اللي بيروح يجري ويروح، لا انا اعمل معارض باسم مصر، وعندنا خبره كبيره في هذا ولينا سمعه كبيره جدا في المنتجات دي. فدي برضه هتشجع المنتج بتاعنا، وفي نفس الوقت بقى مع ترشيد الاستيراد ومنع التهريب كل ده هيخلي المنتج يشتغل، بس زي ما قلت لحضرتك بتوافر كل الشروط اللي احنا قلناها. تمام، انا هكلم مع حضرتك برضه كمان نقطتين، فكره ترشيد الاستيراد وفكره قانون الاستثمار، بس هتكلم على الاول فكره ترشيد الاستيراد. هل بالفعل احنا ممكن قادرين اللي احنا عندنا هنا ان احنا نكون عندنا مصانع قائمه بالانتاج المحلي ونقلل بالفعل من المستورد من الخارج؟ عندنا فكره مثلا ان احنا ممكن نعتمد على الخارج قليلا حتى نستطيع ان نكتسب الخبره الكافيه في بعض الصناعات ومن ثم نعتمد على انفسنا في المرحله القادمه، ام هيبقى الموضوع ده صعب في قصه الاعتماد على المنتج المحلي؟ لا هو مش صعب، لاننا عندنا الحمد لله عندنا القطاع العام وقطاع الاعمال العام عندهم اصول انتاجيه موجوده بمليارات واصول كويسه وحديثه وكله ممكن نحدثها برضو اكتر، انما عندي القاعده الانتاجيه موجوده وعندي العماله المصريه المدربه الواعيه. بس طبعا فشل الادارات وسوء الاداره في الفترات اللي فاتت هي اللي جابت هذه المشروعات لورا، ما بقاش فيها الانتاج اللي هو كنا احنا بنطلبه. انما القاعده الانتاجيه عندي موجوده، العماله المدربه موجوده، هي مجرد بس عاوزه دراسات كده علمية لتحسين الإدارة، والمواد الخام كمان موجودة دكتور، وكل حاجة موجودة الحمد لله. بس أنا زي ما قلت لحضرتك أهتم بالإنتاج الزراعي، لأن معظم الصناعات بتقوم على إنتاج زراعي. صناعات الغزل والنسيج كلها عندنا إيه اللي تعبها؟ إن القط المصري ما كناش بننتجه، بنستورد أقطان وبنستورد غزول فطبعا وإزاي وأنا عندي الأرض الزراعية بتاعتي اللي بتطلع أحسن منتج؟ فدون الصناعات الغذائية كلها ما جاية من إنتاج زراعي، الصناعات الجلدية دي ما جاية برضه من إنتاج تربية الحيوانات والحاجات دي. فده اللي إحنا بنتكلم عليه. انا ما اتكلمش في الصناعه النهارده وانت سايب الاساس اللي هشتغل عليه، الاساس اللي انت هتشتغل عليه، فلازم اهتم بهذا الاساس، هو ده اللي يعمل لي الانتاج الصناعي. مع نوع بقى من انواع التكنولوجيا الحديثه شويه، تحسين الاداره، تطبيق مبادئ الحوكمه بالنسبه لهذه الشركات، ما مشهاش كده هو مجالس اداره مش متخصصه او مش فاهمه او حاجه زي كده. فلا بد ان انما عندي القاعده الانتاجيه موجوده، الاصول موجوده، العماله المدربه موجوده، وعندهم حماس جدا يشتغلوا. انا بقعد مع ناس كتير منهم بيقولوا احنا مستعدين نشتغل 3 ورديات في اليوم، دي بلدنا وعايزين بس يدونا فرصه ويجيبوا لنا خامات ويجيبوا لنا، واحنا مستعدين نشتغل 3 ورديات، لانه عارف ان المصنع ده هيبقى بتاعه وبياكل منه بيته واسرته وكله، وكل خير هيجي هيبقى برضه هياخد فيه نصيب. بس فلابد ان احنا يعني ناخد العمليه بالتكامل، ما تبقاش الزراعه في ناحيه والصناعه في ناحيه والتصدير في ناحيه، تبقى هي منظومه متكامله من الناحيه الاقتصاديه، كله يكمل بعضه الاخر. طب لو كلمنا عن قانون الاستثمار، والحمد لله للحكومه قبل نهايه 2016 يعني احالت هذا القانون لمجلس الدوله لمراجعته عشان ننتهي من هذا القانون. يعني اهميه هذا القانون، ويمكن احنا تاخرنا كتير وكان في كلام كتير على القانون من فتره كبيره جدا وتاخرنا اللي احنا ناخد قرار هذا القانون. القانون بصيغته الحاليه او بشكله الحالي، هل بالفعل هو قادر على تذليل العقبات اللي احنا بنتكلم عليها سواء للمستثمر المحلي وكذلك المستثمر الخارجي، ام ما زالت هناك ايضا بعض النواحي غير الواضحه بالنسبه للمستثمرين؟ هو قانون الاستثمار حسب ما احنا طبعا قرينا واتقال عن مشروع القانون انه هو قبل ما يعدوه بصيغته النهائيه اللي يروح بيها مجلس الوزراء وبعد كده مجلس النواب، ان خدوا راي رجال الاعمال وكبار المستثمرين في القانون، واي ملاحظات كانت موجوده انها دخلت في الاعتبار عند اعداد الصيغه النهائيه لهذا القانون. فطبعا ده يبقى اذا بمؤشر كويس على ان القانون فعلا تلافى كل الاخطاء اللي كانت موجوده او المشكلات اللي كانت موجوده في الفترات السابقه، وخاصه ان القانون دلوقتي فيه اللجنه العليا للاستثمار برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. طبعا دي بتدي
قوة للجنة دي عشان تحل المنازعات، تسهل الإجراءات، ما بقاش فيه خوف بقى وما فيش الأجد المرتعشة زي ما بنقول اللي هي بتعطل كل حاجة. فنرجو إن شاء الله إنه هو يحقق المطلوب ده من ناحية. من ناحية تانية إن القانون فيه ضمانات كويسة جدا لمشروعات الاستثمار، لا يجوز التأميم ولا يجوز المصادرة إلا بأحكام قضائية فبيدي برضو حوافز ضمانات للمشروعات دهيا، مع تحرير سعر الصرف أصبح ما فيش مشاكل النهاردة في تحويل العملة وتحويل الأرباح والحاجات اللي زي دي كانت موجودة. كان بيبقى فيه سعرين صرف وثلاث أسعار للصرف، والمستثمر مش عارف يتحاسب إزاي وهو بيشتري بسعر والدولة بتقول لا ده الدولار بسبع جنيه وهو بيشتري باثناشر وهكذا. فكان فيه مشاكل ضريبية وفي مشاكل مع الجمارك والحاجات اللي زي دي. وبعدين برضو ابتدت تدي حوافز، هي عارفة إن أكتر المناطق في مصر عاوزة استثمار وعاوزة تنمية هو الصعيد وشمال شينا، لان هم الاثنين دول من اللي هم فعلا عاوزين تنميه كويسه قوي عشان نقضى على الارهاب ونقضى على البطاله، لان البطاله هي المصدر الاساسي للارهاب. دي مش عايزه كلام يعني. فالصعيد واخد حقه كويس قوي في القانون دون، ومعمول له حوافز كويسه جدا ان المشروعات اللي هتشتغل في الصعيد وتشتغل وفقا للخطه اللي الدوله عاملاها، هي دي اهم حاجه. ان انا مش يجي يعمل لي اي مشروع، لا انا في المناطق دي عاوز صناعات معينه تشغل لي ايدي عامله، تستفيد بالانتاج الزراعي هناك، تنمي لي المنطقه دهيا. فدي يعني طالما ان هو بيشتغل وفقا للخطه بتاعت الدوله هيتمتع بحوافز كويسه جدا. هتخفض له تكاليف الانتاج بتاعه. ابتدينا نعمل شبكه الطرق اللي احنا عملناها دي، ما كانش ممكن تعمل تنميه في الصعيد ولا في شمال شينا الا لما تعمل الطرق دي، العربيات الكبيره والنقل والحاجات اللي كانت ازاي توصل للمناطق دي وما فيش شبكات طرق. فالدوله الحمد لله ماشي يعني، بس هي الفكره ان احنا يبقى في ترابط اكتر، في متابعة أكتر. إن إحنا زي ما قلت لحضرتك موضوع إن عندي نقطة مهمة جدا كمان، أنا عندي شركات المقاولات بتاعتنا، الشركات اللي بتقدم خدمات عموما في مصر هنا ليها دور كبير جدا في أفريقيا. طول عمر شركات المقاولية المصرية المقاولات في مصر عملت مشروعات ضخمة جدا سواء في الدول العربية أو الدول الأفريقية. يعني إن شاء الله وهذه الشركات موجودة وعندها أصول رأسمالية قوية جدا تقدر ترجع للدور ده ثاني، بس عاوزين تنسيق. والحمد لله الدولة في مصر هنا ابتدت تتجه لأفريقيا، وعملنا اتفاقات مع معظم الاتحادات الأفريقية، وأدينا دخلنا على المنطقة بتاعت روسيا والتحالف دون. فكل ده بيفتح لي أفاق جديدة، بس المهم إن احنا نشتغل بقى على طول معارض وزيادة القوة الإنتاجية بتاعت المشروعات، وعمل لهم خطة للدراسة الجهات دي محتاجة إيه بالظبط ونوعية الذوق بتاعهم والحاجات دي كلها. طيب يعني خلينا أيضا كمان يا دكتور يعني نروح لموضوع مهم وبيلمسنا كمواطنين جميعا في الشرق المصري. احنا بنقول عندنا صادرات زادت ب 20 مليار، عندنا مشروعات قومية، عملنا تحرير لسعر الصرف علشان خاطر مشاكل الاستثمار والمستثمرين يجي يستثمروا، ونحل مشاكل بعض المصانع اللي هي موجوده وتوحيد السعر الواحد. لكن في الوقت نفسه المواطن يمكن حس ان ما فيش تغيير دلوقتي، لا بالعكس في ارتفاع في الاسعار موجود بشكل مختلف سواء مبرر او غير مبرر في الحقيقه على ارض الواقع. ازاي امتى او امتى متى احنا نحس بالفعل ان في تقدم، في عائد من هذه المشروعات، في عائد من القرارات اللي اتخذتها الحكومه وهي بالفعل كانت قرارات صعبه على المواطن. موضوعنا احنا كمواطنين اللي احنا نواجه يعني ماذا نحمل يعني من نظره تفاؤليه في عام 2017 للتغلب على هذه الامور الصعبه. هي المشكله الاساسيه في الحكومه لغايه النهارده هي مراقبه الاسعار. مفيش خطه متوازنه لمراقبه الاسعار، وخاصه ما عنديش تسعيره جبريه. يعني ما اقدرش اقول النهارده ان السلعه دي ب 5 جنيه ولا ب 3 جنيه ولا لا. فانا النهارده الدوله النهارده بتيجي تراقب ايه، يعني ان يلزم مباحث تموين كل اللي بتقضي عليه ان اذا كانت مثلا في سلعه تلفه هتجيبها، سلعه منتهيه الصلاحيه هتجيبها. انما في الاسعار نفسها ما تقدرش تدخل فيها، لان ما فيش تسعيره جبريه ان انا اقول لازم ابيع بخمسه او بعشره او بسته. فلابد يكون في خطه اساسا لدراسه مراحل الانتاج واشوف التكلفه الانتاجيه في كل مرحله، واعمل هوامش للربح بالاتفاق مع المنتجين ومع اصحاب المصانع ومع كل حاجه، وابتدي اعمل هوامش للربح في المرحله دي، واشوف بقى عمليات التسويق بعد كده اللي بتتم. يعني المنتج ده بيطلع لي من المصنع او من مثلا من الحقل او الغيط بقى كام، وبعد كده اعمل له نسبه هامش ربح، ويبقى في نظام بقى في التسويق يبقى تراعي فيه الكلام ده كله. تمام. بحيث ان انا اقدر اتبع العمليات دي، وطبعا ده كله بالاتفاق وبنكون مغطيين التكلفه بتاعت المنتج. ما هي الفرق يعني، هي الملاحظه دكتور فتحي ان المواطن هو اللي بيتحمل المسؤوليه لوحده. أيوة. يعني اي زياده بتيجي على المواطن لوحده، مع ان المفترض ان تكون المسؤوليه مجتمعيه بين الجميع، سواء بين رجال الاعمال، سواء بين الشركات، سواء بين المصانع. لابد ان يكون رمش يعني هامش الربح يعني عالي زي كما نشهده في بعض المناطق، واستغلال الفرصه والاحتكار ومنع بعض السلع وكذا وسط غياب نوع من الرقابه للاسف الشديد. ما ده اللي احنا بنتكلم عليه،
الدوله لو فيها خطه بقى معموله عشان ان انا اظبط العمليه دي، ورجال الاعمال والمستثمرين مش عاوزين نظلمهم، هم بيقولوا احنا مستعدين نتعاون معاكم، بس شوف تكلفه الانتاج الفعلي عشان ما تجيش انا بتكلف كذا وانت تقول لي لا ده كذا. طبعا مع توحيد سعر الصرف دلوقتي ومعروف بقى اذا كان بيستورد خامات او بيستورد حاجات سعرها بالظبط الفعلي قد ايه وتكلفه الانتاج الفعليه قد ايه، ممكن اعمل هوامش ربح سليمه واعمل بقى نظام للتسويق سليم جدا، اغاعيه ما يخشيش بقى الوسطاء والناس اللي هي بتوع الاقتصاد الخافي بقى، دول بيخشوا هم اللي يبقى المنتج كسبان جنيه وهم ياخدوا 10 جنيه. يعني واخد بال حضرتك؟ فطبعا ده كلام مش مظبوط لان دول اصلا مش موجودين ولا محصورين حتى. فلابد ان انا اعمل النظام السليم لان انا المنتج ياخد حقه كويس في ضوء تكلفه فعليه وفي ضوء بيانات فعليه وهكذا، وامنع بقى طبقات الوسطاء اللي هي بتخش بتاخد كل الخير كله وما بنستفدش منها في اي حاجه. دي لو اتمت وبالاتفاق مع رجال الاعمال وجمعيات الغرف التجاريه والغرف الصناعيه والحاجات دي كلها وهم مستعدين لهذا والدوله جاهزه لهذا لان عندها بيانات وعندها كل حاجه. ان دايما هي المشكله ان احنا لما بيبقى الانتاج في الاخر وحش فطبعا بنقول ان احنا ده ماشيين عشان لا، في كل حاجه موجوده، الغرف التجاريه موجوده، الغرف الصناعيه موجوده، جمعيات المستثمرين موجوده، وكله متعاون وكله عاوز يشتغل وعاوز يخدم البلد. بس نعمل خطط بقى مظبوطه ويكون الكلام بتاعنا واقعي وسليم، ما بقاش مجرد افتراضات او حاجات زي. تمام، هي الفكره بقى احنا نستغل اللي احنا مع بدايه عام جديد ان شاء الله، يعني بنتمنى اللي هو يكون عام بالفعل للخير والامن والسلام والعمل والبناء والتنميه وغير ذلك من الامنيات في الحقيقه اللي هي تتحقق على ارض الواقع. ايه المطلوب بقى في المرحله اللي جايه بالفعل مننا كحكومه وكمؤسسات دوله بشكل عام، كمؤسسات اقتصاديه ايضا، اللي احنا نساعد او نساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ونقلل من تاثيرات الخطوات الصعبه اللي احنا شفناها في 2016؟ زي ما انت حضرتك ان احنا لابد ان يكون كل الوزارات بتتعاون مع بعضها، ما يكونش كل واحده بتعمل خطط منفصله عن الثانيه. فلابد ان الزراعه مع الصناعه مع الاستثمار مع الجمارك مع الماليه كل ده بيكون محددين له وعاملين نظام لمراقبه الاسعار كويس، وان انا برضو كمواطن ان انا برضو لازم اعرف ان انا لما بشتغل هيعود عليا الشغل بتاعي، فكل واحد في عمله ان شاء الله يقدر يدي اكتر ونشوف بقى المشكلات الحقيقيه ونحاول نحلها. مش عاوزين كده يعني مشكلات الزراعه ايه ونحلها، ازاي التصدير وايه ازاي انميه وهكذا، الاستيراد وازاي ان انا ارشده، مش هقول همنعه لا ارشده برضو كل واحد بيشتغل كده هو في بضوء يعني في ضوء بيانات حقيقيه وواقع، وساعد بقى المنتج بتاعي زي ما انت حضرتك قانون استثمار هيبقى فيه حوافز، اعمل معارض، اعمل تكنولوجيا عاليه، ابتدي انمي القدرات الصناعيه اللي موجوده عندي، كل ده ان شاء الله هيبقى عام خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني تبقى النظره التفاؤليه ان شاء الله. لان القادم هو يكون الافضل ان شاء الله. انا بشكرك دكتور فتحي همام يعني وكيل وزاره الماليه سابقا، بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك بخير. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرة هذا الصباح مستمرة معكم، والآن وصلنا إلى محطتنا الرياضية وجولة في أخبار الملاعب مع الزميلة نجلاء الجعفري. شكرا لك محمد.